القذف لا يكون نصف ساعة، ده هو كل ثواني معدودة، وينكمش العضو، وعشان ينتصب مرة أخرى عدم إخراج. والرسول طلب عدم إخراج ولا إلا بعد وصول الزوجة لذروتها، وعشان أنت توصل مرة أخرى تعمل مرة أخرى، فأنت بتروح تتوضأ وضوء بدون ما تغسل القدمين، عشان إيه؟ عشان تقدر عشان يعني تغسل القدمين، عشان في اللحظة دي إنك أنت تلاقي نفسك جددت نفسك فتقدر تعمل مرة تانية. طيب، يعني قلنا الدليل في الاستحمام هو نزول السائل سواء من الذكر أو من الأنثى، سواء من فتحة المهبل أو من القضيب. طيب، لمس الأعضاء، قلنا لمس الأعضاء غسل اليدين والوضوء، لكن لمس الختانين قلنا. طيب، ده كل اللي نقدر نتكلم فيه. هي من أسئلة الاستحمام بعد كل جماعة؟ لا، مش شرط، هو لو ما يبطل